أن المناهج التعليمية في عهد الإنقاذ شابه ما شابه وكان بها الكثير من الأخطاء وأنها كانت معيبة؟ المناهج فيها كثير من الأخطاء وفيها كثير من الخير برضه، لكن المدير الجديد اللي هو الدكتور عمر القراي رجل خلفيته خلفية معروفة، وما زال على المنهج الجمهوري، منهج الحزب الجمهوري، وبالذات دكتور عمر القراي منهج معادي للإسلام. وأنا حضرت الوثائق حقته كلها موجودة، عنده طعن في القرآن وسب للصحابة وكذلك تكفير للمسلمين كله، كما قال في ندوة بعنوان الإسلام والواقع المعاصر، كفر كل المسلمين الموجودين في الندوة في الدقيقة 14 الثانية واحد بتكلم عن حديث أجر 70. فواحد أحد الحضور قال لي دي نحن مش المسلمين الحج آخر الزمان. فالقرائي رد له وقال له نعم، البشرية الحاضرة هي المادة الخام اللي بتجي منها أمة المسلمين، لكن هسه البشرية في جاهلية، هسه البشرية في جاهلية، ولما تخرج منها للإسلام بتجي منها أمة المسلمين إن شاء الله. فقال الآن الناس برا الإسلام لأنهم في جاهلية، وده كلام قالوا حتى الدالي برضو، دكتور الدالي الجمهوري الثاني، لما قال اللي بيصلوا المسلمين دول كلهم صلاتهم باطلة. وقالوا في وسائل الإعلام وكل العالم سمعوا، وده فكر الجمهوريين، فكر خطير جدا وفكر معادي للإسلام. طيب فضيلة الشيخ، ما قاله ربما هو شأن يخصه، ولكن نحن الآن نتحدث عن تغييره ومساعيه لتغيير المناهج الدراسية. هو حتى الآن لم يمس التعاليم الإسلامية ولم يمس ربما الثقافة الإسلامية الموجودة في المناهج، هو فقط تحدث عن محاولات ربما لإحداث توازن ما بين الفحوى المنظومة الإسلامية أو الدروس الإسلامية الموجودة في المناهج وما بين ربما الدروس العلمية الأخرى والمواد العلمية الأخرى، أي أنه لم يمس حتى الآن المضامين الإسلامية التي تحويها المناهج الدراسية. لا، هو ما شأن يخص براو، لأنه هو لما قال ده يغير المناهج أول حاجة اعترض على القرآن الموجود في المناهج، وده قاله في وسائل الإعلام كل العالم سمعه، وقال باللفظ، قال لي أولادنا في أولى ابتدائي أو نحوها يحفظوا 23 صورة، قال يعني ما اعترض إلا على القرآن بس. وده مما يعضد كلامي إنه القرائي الخلفية والعقيدة بتاعته الفاسدة، وأنا مسؤول من الكلام ده طبعا، وأدعوه هو وغيره من الجمهوريين وباقي العلمانيين وغيرهم لمناظرة علنية، وإن كان ما أظن يستجيبوا. المهم، فقال لي يحفظوا 23 صورة، و 23 صورة من صورة الناس إلى صورة الليل، يعني كلها كم ورقة وريقات، صور قصار وريقات بس بسيطة جدا. ده يدل أن الرجل ده أصلا معادل للإسلام، لأنه هو في ندوة دي ذات الفاتت دي قال أنه الشيل بتعمله داعش من قتل وتفجير المسلمين واغتصاب النساء المسلمات العفيفات الطاهرات، قال ده موجود داخل القرآن المدني. فالقرائي ده عنده رأي في القرآن ذاته، عشان كده أول ما اعترض على المناهج ما اعترض على أخطاء الموجودة في الجغرافيا ولا الكيمياء ولا غيرها، اعترض على القرآن كلام ربنا. اللي احنا لازم مش نستصحب، لازم ننظر أول حاجة لعقيدة الرجل القرائي ده الداري غير المناهج لعقيدته وعقيدة محمود محمد طه، اللي كان بيقول الإنسان هو الله ذاته، وكان بيقول الله هو الإنسان الكامل، زي ما في هذا الكتاب، كتاب أدب السالك، الصفحة 27 والصفحة 29 والصفحة 8 والصفحة 42، هذا الكتاب قال الله هو الإنسان الكامل. وأيضا في كتاب الرسالة الثانية للإسلام الصفحة 90-91 محمود محمد طه يقول إنه الإنسان بيبقى الله عديل. فدي العقيدة اللي بنطلق منها القرائي، والقرائي من أشد المدافعين عن منهج محمود محمد طه شيخه. قال محمود اختصارا، قال العبد لما يعبد يكون حيا حياة الله، وعالما علم الله، ومريدا إرادة الله، وقادرا قدرة الله، ويكون الله. الإنسان يكون الله، دي عقيدة عمر القرائي. نحن ننظر لأيه، ننظر لعقيدته المنطلق منه، وإلا ما كان أول ما يعترض في المناهج على الغران يقول ليه 23 صورة كلها زي 7 ورقات ولا 6 ورقات، مع أنه الأطفال دي بيحفظوا أغاني كثيرة، بيحفظوا أناشيد كثيرة، لأنه القرائي تلميذ محمود محمد طه ما داير القرآن وما داير الإسلام. والكلام ده أنا مسؤول منه، بقوله مش هنا، بقوله في كوكب المريخ ذاته، لأنه دي كتبه ودي ندوة القرائي، ويسيب هنا الصحابة،
يسب الخلفاء الأربعة عمر أبو بكر وعمر عثمان وعلي. طيب شيخ مزدمل، يعني وفقا لكل النقاط التي ذكرتها والمرجعيات التي أيضا هي بين أيديك الآن والتي تحدثت فيها عن المرجعية الأيديولوجية أو البناء الأيديولوجي الذي يقف عليه دكتور عمر القري، أتظن أن مساعيه هذه فيما يخص بتغيير المناهج التعليمية ومحاولته لإقامة مبدأ الإحلال والإبدال ربما على حساب المناهج الدينية، تظن أنها يمكن أن تجد آذانا صاغية وتفاعلا إيجابيا من ضمن من جانب المواطنين ومن جانب الشعب؟ لا يمكن ولن تجد أبدا آذانا صاغية من الشعب السوداني الطيب المسكين الذي نعرفه وتعرفونه، لأنه منهج عمر القراية المنهج الجمهوري ده منهج خلاف الإسلام تماما. يا أخي كفينا إنه محمود محمد طه رئيس الجمهوريين قال الإسلام ده اثنين، والقراية ذاته قال الكلام ده، قال رسالة جابها محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة قال حقته جابها محمود، وألف الكتاب ده الرسالة الثانية للإسلام. نعم. والقراية ده على الكلام ده. نعم. فلا يمكن السودانيين الطيبين يقبلوا دين ثاني غير دين الإسلام الدار يجيبه القراية أبدا. نعم. لا يمكن. نعم. يا أخي شوف الناس الأول ما جو ممكن لهم في هذه البلاد، أول حاجة قالوا الجمهوريين يطالبون بمنع نقل الصلاة بمكبرات الصوت لصحيفة آخر لحظة، ودي أسماء محمود محمد طه، قالت نطالب بإلغاء قوانين الشريعة، وقالت نحن ضد قيام أي دولة دينية، وربنا قال في القرآن إلى الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذن الجمهوريين لا دارين صلاة، لا دارين قرآن، لا دارين دولة تقوم على أساس الإسلام من الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولازم السودانيين يعرفوا الكلام ده. لازم يعرفوا الكلام ده. طيب. القراي والجمهوريين والعلمانين المعاو ما دارين الإسلام، وربنا ما حيوفقهم لأنه ديل داري حرب الله، فهل حيقدروا على ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد. ثم نحن كدعاة إن شاء الله ولا نزكي أنفسنا على الله، ما حنخليهم مش ندقهم ونضربهم، نحن ما بتاعين تطرف المتطرفين الجمهوريين اللي بكفر المسلمين زي ما قال الدالي مسلمين كلهم. إن دعوناك لمناظرة نحن بنرد عليهم بالحجة ونكشفهم للناس. شيخ إن دعوناك لمناظرة أنت ودكتور عمر القراي، هل مستعد؟ الآن أنا مستعد، ما بعد شوية ولا بكرة، لكن هل القراي مستعد لي ويقبل؟ الآن أنا مستعد بإذن الله عز وجل. القراي أي تنظيم يعادي الإسلام ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله أنا مستعد له تماما، وما بتكلم كلام من رأسي، كلام من كتبهم هم، أي تنظيم ودي الوثائق. طيب في العام 2017 شيخ مزدمل حذفت من المناهج الدراسية للأساس والثانوي دروس كتنقية العقيدة من الخرافات والإسلام دين التوحد، وهذا الأمر جابه التيار السلفي بموجة غاضبة وقام بحملة في المساجد وحملة في الإعلام وربما حملة تناهض هذا التوجه، ورغم ذلك ضرب بهذه الحملة عرض الحائط. أتظن أن الانتقالية الآن تمضي في ذات النهج وربما تتوسع أكثر، هل هذا مرده إلى أن بعض الدروس تحوي كما يقال فكرا وهابيا يرى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تنافي الإسلام؟ أولا الكيزان حذفوا أو أرادوا أن يحذفوا أبواب التوحيد، والتوحيد حق الله على العبيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والإنسان ربنا ما بيقبل منه صلاة ولا صيام ولا زكاة إلا بالتوحيد. لا واحد الكيزان أرادوا يحذفوا إرضاء للصوفية، لأنه كان شيخ الصوفية زي الخنجر وغيره جايطين قالوا ليه يكون في توحيد. نعم. لأنه الصوفية التوحيد ما بيتفق معهم، لو الناس وحدوا الله ما بزول حيبرك له لشيخ، لو الناس عرفوا الله ما بزول حيتبرك له بقبة، الناس كلها حتمشي لله، وده اللي بيصلح السودان. سوداننا لا بيصلح ثورة لا اعتصام لا غيره، بيصلح التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المسألة الثانية اللي سألت عنها إنه الآن ماشيين في نفس الخط، أنا بقول العلمانيين ماشيين في نفس الخط، ونموذج الآن أمامكم القراي
الدالي اللي بيقول كل المسلمين كفار، انتوا دايرين تطرف اكتر من كده كيف؟ ده منهج الجمهوريين، تطرف اكتر من انه يقولوا الله هو الانسان الكامل زي الكتاب ده بتاع محمود محمد طه ده بسالك، هو بتاع الجمهوريين تطرف وضلال اكتر من كده كيف؟ العلمانيين عموما في الجمله ماشيين لحرب الاسلام، لازم تعرفوا المعلومه دي. ونحن ما بنسكت، بنرد بالحجه، لكن ما بنفجر زي السروريه وزي غيرهم وزي غيرهم. نحن عندنا الحجه من الكتاب والسنه وهي اقوى حجه. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. واكرر انا جاهز لمناظرتهم جميعا، حتى لو تلموا كلهم ركبوا بص جو عادوا هنا باذن الله، انا بين العالم كله الحق من الباطل. ما قوة مني، لكن ثقة في الله وفي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. طيب شيخ مزمل، انت تعلم ان العالم الاسلامي لا يعيش بمعزل عن بقية العوالم في هذا العالم. ما اود ان اقوله ان الغرب ينظر إلى العالم الإسلامي والمسلمين على أنهم أشخاص دمويين، على أنهم يقفون على أرضية التطرف، على أنهم يصدرون الإرهاب لهم. ألا تظن أن محاولة دكتور عمر الجراي ربما هي محاولة لإلغاء نظرية الإسلاموفوبيا التي أصابت الكثير من ممن يعيشون في الغرب، ومنهم أيضا حتى عرب ومسلمين كذلك؟ ألا تظن أن عمر الجراي يحاول أن يشيع روح العصر، يحاول أن يشيع روح التعايش والسلم المجتمعي في بلاد تحوي كثير من المكونات المجتمعية، أتحدث هنا عن السودان، أي أن محاولاته هذه لها وجهين، وجه من أجل تحسين صورة الإسلام ربما لدى الغرب ولدى العالم الآخر، وأيضا من أجل بث روح العصر والتعايش السلمي في مكونات المجتمع السوداني الواحد. لا يمكن التعايش السلمي ونبذ التطرف والإرهاب والغلو يكون بمحاربة الدين الإسلامي الصحيح، لا يمكن. لا يمكن إنسان يقول الله هو الإنسان الكامل ويقول كل المسلمين كفار ويقول صلاة كل المسلمين باطلة يكون ده ذاته بحرب التطرف، لا يمكن، لأنه أكبر متطرف. صحيح في ناس جزء من المسلمين متطرفين زي جماعة الأخوان المسلمين اللي طلعت منها داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيره وغيره، ديل المتطرفين وديل اللي بكفروا المسلمين وكذا. بيجاي برضو في الجانب الآخر في اليسار العلمانين المتطرفين، وإلا المشى كتل في نيوزيلندا كتل الناس في المساجد بالمدفع والرشاش، ده شنو يعني؟ صحيح، ده ما مسلم، ده متطرف علماني متطرف. كذلك الجراي ده علماني متطرف أشد التطرف. وإلا فسروا لي كلام الجمهوري اللي اسمه الدالي صاحب ده لما قال المسلمين كلهم مسلمين، ده تطرف ولا ما تطرف؟ أما الوسط إنه نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فاستمسك بالذي أوحي إليك، نمسك القرآن والسنة دي الوسطية، لأنه ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والله ما يصلحنا إننا نتقرب للغرب بأنه نخلي ديننا ونسيب ديننا ونسيب رسولنا، ده ما بيصلحنا، بل ده يعني بجهدهنا زيادة. عرفتوا كيف؟ لأنه ربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. البصحنا شنو؟ إنه نرجع إلى ربنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تراجعوا دينكم. إذا كان في البلد دي الليلة ناس بيحاربوا الله، الله خلقهم بيقولوا خلقنا الشيخ، الله رزقهم بيقولوا الشيخ بدي الجنة، الله نزل لهم المطر بيقولوا نحمد الشيخ ما نحمد الله. في البلد دي قباب وقبور تعبد، ناس يحلوا بغير الله في الأسواق، ناس بدل ما يتوكلوا على الله قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تلقى لابس حجاب متوكل عليه جلد مجلد بجلد تيس متوكل عليه وخلي ربنا العزيز الحكيم. كيف ربنا يفتح علينا؟ ده اللي بيصلحكم يا سودانيين، ترجعوا للتوحيد وللعقيدة وترجعوا لربنا زي ما ربنا قال. صحيح. طيب في عام 2011 كان للسعودية شيخ مزمل تجربة مماثلة في مسألة تغيير المناهج، أيضا حتى أنها ذهبت لأبعد من ذلك واستعانت بخبراء تربويين وخبراء في المناهج من الغرب. يعني السعودية ربما تعتبر مثالا يحتذى وأنموذجا يحتذى في كثير مما تقوم به. يعني إذا كانت هي السعودية بنفسها قامت بإلغاء المناهج واستعانت بخبراء تربويين غربيين،
فلماذا لا يحق لنا أن نقوم بالمثل أيضا دون الاستعانة بخبراء؟ فنحن أعتقد لسنا بحاجة إليهم، ولكن أن نقوم بتغيير المناهج من باب ربما إحقاق التوازن في ما بين المناهج الدينية وما بين أيضا العلوم الأخرى السعودية بشأن لا يمس الشريعة ولا يمس الأصول الدينية الموجودة في المناهج. يعني أنت كل الحديث الذي ذكرته عن الأيديولوجية التي يقف عليها دكتور عمر الجراي والدالي هي ربما يمارسونها في حياتهم العادية، ويعني أمر يستبعد أنهم قد يقومون ببث مثل هذه الأفكار داخل المناهج، كل ما في الأمر أنها محاولة فقط لإحقاق التوازن ما بين الأصول الدينية أو المناهج الدينية وبين العلوم الأخرى. أول حاجة السعودية أنا أعرف بمناهجها هي مناهج مضبوطة صحيحة، ونحن ما بندعي في السعودية العصمة، لكن كمنهج عشان نديهم حقهم منهج قائم على الإسلام وعلى العقيدة الصافية الصحيحة من أوله إلى آخره، وأي إنسان عنده خطأ في المنهج يمس الدين في السعودية يجيبه لنا، ونحن ما بندعي السعودية معصومة، لكن منهجها صحيح ده واحد. فكون استعانت بخبراء وصلحوا المنهج، ما نحن زادنا نصلح المنهج، نحن قبل قلنا المنهج الوضع الكيزان فيه أخطاء برضو، فيه قصائد لناس يعني ضلالين، فيه قصائد يلمعوا فيها البرع يلمعوا فيها غيرهم، وده إشكال كبير. واحد اثنين، المناهج إذا غيرت للصح ما بيغير الزول الغلط يا ناس، المناهج اللي بيغير الزول الذات ومنهجه صحيح، الجراي منهجه باطل. زول يقول بالنص، كيف تقول لي فكره ده حيكون خاص به وما حيدخله؟ يقول بالنص الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان في وقتنا الحاضر، يبقى كيف حيجيب منهج فيه شريعة إسلامية؟ أسألكم بالله بالنص بالفيديو، قال الشريعة الإسلامية مش اليهودية، يعني شريعة الرسول، قال ما بتصلح في قرننا ده ولا في زمننا ولا في بلدنا دي، وده استنادا على محمود محمد طه شيخه الألف كتاب قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. الجراي قال الصحابة ما كانوا مسلمين الإسلام النهائي، كانوا مسلمين بالإسلام البدائي، إلى أن قال وحيجوا ناس في المستقبل أمة الإسلام أكبر قدرا ومقاما من الصحابة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر، يعني الصحابة. والجراي يقول كلام النبي ده غلط، كلامه صح، يبقى كيف يجيب منهج صحيح ويقول السعودية جاب منهج صحيح؟ الجراي ده ما بجيب صح أبدا، لا هو لا أي جمهوري ولا أي علماني ولا أي صوفي. يا ناس اتقوا الله، القرآن موجود والسنة موجودة. يا سودانيين كل ما بعدت من الدين وكل ما حاربت الدين وسمعت كلام هؤلاء العلمانيين والله ربنا يعاقبكم. ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا حيجوعكم، ربنا حيهلككم إذا ما أطعت الله ونهيت المنكر بتاع العلمانيين ده. ودي حجة أنا والله أقول أمام الله وأجعل في عنق أي مسلم يسمع الكلام ده. طيب المتابع الآن للحراك الموجود في الشارع، وإن هو يعني ليس بحراكا حرفيا، ولكن أعني الحراك الموجود في الأسافير وفقا وعطفا على دعاوى دكتور عمر الجراي وتحركاته في شأن تغيير المناهج، هناك بعض التململ وهناك بعض الرفض والاستياء لهذه الخطوة، ولكن هذا التململ وهذا الاستياء ربما لم ينزل للشارع حتى الآن أو لم ترفع به مذكرات للدكتور عمر الجراي لتوقفه فيما يخوض. نحن ما عندنا مشكلة إنه نرفع مذكرات ونرفع شكاوى، لكن برضو جانب تاني مهم الصراع بالحجة. أنا بطالب وسائل الإعلام جميعاً زي ما بيفتحوها للجراي وللدالي وللشيوعيين ومن قبل كان للإخوان المسلمين الكيزان والشعبيين والترابي وغيره، يفتحوا للجميع زي ما العلمانيين الليلة بيقولوا البلد بقى بلد حرية، اللي يبقوا قدر كلامه. احنا أصلا ما دارين نيجي، بس زي ما بيفتحوا لهم يفتحوا لنا، نقارع بالحجة. والآن الدعوة لمناظرتهم جميعا الدالي الجراي غيره مفتوحة، لكن هل هم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة؟ ما يستطيعوا، أقول بالفم المليان ولا يستطيع واحد فيهم. ليه؟ لأنه معاهم باطل يا أخي، والحق هو الذي يغلب مش نحن. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما ممكن زول يقول الإسلام ما نافع والله ينصر ويعينه، ولا يمكن زول يقول الصحابة ما نافعين ويضحك من أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديق الأمة ويجي يضع لنا منهج صحيح.
أول ما جاء اعترض على القرآن، والجمهورين أول ما جاءوا راجعين قالوا ما دارين الأذان ذات ونسمع بإذننا، بكره الصلاة وبكره القرآن، وهذه الوسائق ما كلام من راسي، وجاهز لأي شيء، دار يفتح بين بلاغات أي شيء جاهز له إذا كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. شيخ مزمل، حديثك لا غبار عليه، واعتقد ان الشعب الاسلامي هو متمسك جدا بالتعاليم الاسلاميه، يعني ولا يحتمل جدلا فيها، ولكن لنفترض انه اجريت مناظره بينكم وبين دكتور عمر الجراي ومن معه، ماذا لو طرحت فكره اجراء استفتاء شعبي لاجل مساله تغيير المناهج، ليروا من مع تغيير المناهج بالطريقه التي يرغب فيها دكتور عمر الجراي وحسب الرؤيه والزاويه التي يراه بها، وما بين ربما اجراء بعض التعديلات في المناهج والمواد الدراسيه الاسلاميه؟ ماذا لو طلب اجراء استفتاء شعبي؟ هم بيقولوا انه يجيبوا خبراء، فلا يمكن لكل الشعب، مع احترامنا الشديد للشعب السوداني وغيره من الشعوب، لا يمكن لكل الشعب يكونوا خبراء، عرفتي؟ فلازم يسألوا أهل الاختصاص، والقرائي ما من أهل الاختصاص، لأنه أصلا عقيدته فاسدة، ما ممكن يجيب لنا عقيدة صحيحة، وفاقد الشيء لا يعطي. وما القرائي براوي، يعني ما عندي معه مشكلة شخصية، هو وغيره من العلمانيين والحرية والتغيير كلهم وغيرهم، وبينا الكلام ده في محاضرتنا المشهورة كشف حقيقة الحرية والتغيير بالوثائق، فمن أراد الرجوع لها في اليوتيوب فليرجع. فده واحد. نمرة اثنين، يجيبوا الناس الحل، يجيبوا الناس المختصين، أول شيء عقيدتهم تكون سليمة عشان يقروا أبنائنا وبناتنا منهج سليم. لا يمكن أجيب ذول عقيدته مسممة وينبح السم من خره وبفمه، أي أقول ده والله حيربي لنا أولادنا، لا يمكن أبدا، حيطلعهم أسوأ أولاد، يسبوا الصحابة ويطعنوا في القرآن. يا أخي زول ما لقى إلا القرآن، قال ما بس ده، قال ده بس ما مشكلة، قال 23 صورة المفروض يحفظوا كله لو أنت أصلا بتفهم. أنا لا أعلم، ولكن ربما شكواه هذه ربما من عدد 23 صورة، ربما هي استقاها من شكوى أولياء الأمور في أنهم أبدوا تململا ربما من عدم قدرة أبنائهم على حفظ هذا العدد من الصور. يعني لا أعتقد أن دكتور عمر الجراي سيطالب بحذف 23 صورة، ولكن ربما تقليلها لعدد أقل من ذلك حتى يستطيع الطلبة أن يحفظوها بشكل أفضل، خصوصا وأن هناك شكاوى أيضا من ثقل الحقيبة، حقيبة الظهر التي يحملها الطلاب. القرآن بيحمل في قلبه، واحد اثنين، الثلاثة وعشرين صورة دي من الناس إلى الليل، نمرة قصار الصور، يعني ورقات بسيطة جدا. نمرة ثلاثة، القرآن ما اعترض إلا على ده ابتداء، ما اعترض إلا على ده في لقاءه بتاع المؤتمر الصحفي. ونمرة أربعة، نحن ننظر لخلفيته العقدية اللي هي بترفض القرآن وبترفض السنة وبترفض الشريعة الإسلامية، ده بيدل لنا أن الرجل ده أصلا ما داير القرآن أصلا، لأنه هنا متكلم أنه قال داعش تصرف الشين ده كله، قال موجود في القرآن المدني، وده من غاية في الإلحاد وغاية في الضلال والتطرف. نمرة أربعة، الطفل بيحفظ الآن، في أطفال عمرهم 5 سنوات حافظين القرآن كامل، في أطفال عمرهم 7 أو 9 حافظين 30 جزء، مش 3-4 ورقات من أسباب القرآن. أسباب واهية إذن هي التي بعدين هو لو جاء بكرت. أيوة، هو لو جاء القرائي قال والله يا أخي يعني قال الناس قالوا كذا، نحن برضو نقول له غلط، أنت هم تسمع كلام الناس وتعارض كلام ربنا واحد، لكن هو ما عنده ولا واحد من الناس وقف معه في الكلام ده، وراجعوا كلامه موجود منشور في الأسافير. صح. كل الناس ردوا عليه وكل الناس شتموا، رغم ان احنا ما مع الشتائم، احنا بنرد بالعلم، لكن كل الناس شتموا، راجعوا الكلام ده كله لحد ما يعمل برنامج ثاني حاول يلف الكلام ويدور، لكن خلفيته موجوده العقديه المعروفه عند الناس. صحيح. طيب برأيك ما هو الحل الأمثل الآن، بما أننا اتفقنا على وجود ربما تشوهات في المنهج الدراسي الموجود حاليا، كيف هو السبيل الأمثل أو ما هو السبيل الأمثل والأنجع لإصلاح الشوائب وإزالة الشوائب وتنقيح المواد الدراسية والمنهج الدراسي؟ يجيبوا ناس مختصين أكفاء، وأول صفة فيهم وأهم صفة يكون عقيدتهم وإيمانهم في ربنا إيمان سليم، لأن زول اللي بيخاف الله بخاف في طفلك وفي بيتك وفي ولدك الله سبحانه وتعالى، دي أول حاجة. قالت إن خير من استأجرت، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فدي أول حاجة. بعد ذاك يكونوا مهنيين عارفين مهمتهم وشاطرين في وضع المناهج، وما أكثرهم في السودان الحمد لله عندنا الكفاءات فيضعوا المناهج، لكن تجيب زول بخلفية متطرفة
معادي للدين عشان يملي كلامه، ولكن هو قائد الحملة دي يعني له خلفية، ولكنه أيضا في نفس الوقت هو خبير تربوي وخبير في المناهج. لكن المكنة بتاعته بايظة، عقيدته بايظة يا شيخ. فلو خبير في المناهج ولو هو نجر المناهج ذاته، لكن إيمانه في ربنا فاسد، ما حيجب لنا منهج سليم. وهذا منهج أنا قريته لكم، ما يمكن يكون ده منهج سليم أصلا. جميل. طيب الآن لدينا عدد من ربما الخبراء التربويين وعدد من الخبراء في المناهج الدراسية بالطبع ينتمون للدين الإسلامي، ولكن لهم خلفيات عقائدية وخلفيات مذهبية كثيرة جدا. من هو الأصلح لأن يقوم بإصلاح المنهج الدراسي وله خلفية مذهبية يتفق عليها الجميع؟ والله إذا كان تعنوا بالمذهبية، كأنه أنا فهمت كده الأحزاب والطرق الموجودة بالضبط وغيرها، ده كله ما صحيح، لأنه الإسلام بيرفض الكلام ده. ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ده واحد. فالأحزاب والفرق دي ذاتها أصلا دي أضعفت الإسلام وخطأ كما قال القرآن، ما قلت أنا، ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم، الأحزاب دي فرقت الدين، وإلا لو ما فرقت كان بقت واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيعا يعني أحزاب وطرق وجماعات. يجيبوا زول بعيد من الهوس ده كله، زول مسلم عقيدته صحيحة في ربنا، ما يستغيث بغير الله، ما يدعو غير الله، ما يعتقد في أحد، لا شيخ لا ولي لا غيره، يعتقد في الله ويكون مهني الجهة الحاجة المهنية حقته منجضة، بتاع ناس الرياضيات رياضيات، ناس الإنجليزي إنجليزي، ناس اللغة العربية يجيبوا الأكفاء فيها، ناس غيره ناس غيره، ده الصواب ولا ده الردرس عصر. لكن أنت تجيب زول أصلا معادي للدين كله من أول لآخر، بل قال عندنا رسالة تانية غير رسالة محمد، بس الحتة دي دي بلا كفاية، غير رسالة محمد رسالة تانية حقت محمود محمد طه، تجيبه عشان يعلم أولادنا الصحيح وهو الخطأ راكبه من رأسه ليكل عينه. طيب أتظن أنه إذا أتي بخبير تربوي تابع للسلف الصالح وتيار السنة المحمدية أو ينادي بأتباع السنة المحمدية، هل هو الأصلح والأحق؟ أول حاجة السلف الصالح والتيار زي ما قلتي السنة المحمدية، هذه المسميات الموجودة الآن. نحن نرفض إنه السلفية أو غيرها تكون حزب. كلمة السلفية دي نسبة للسلف اللي هم الصحابة أفضل السلف ومن سار على نهجهم، فهي عقيدة ومنهج وليست حزب. طبعاً. فإذا كان بتعنوا بالكلام ده ولكن هي مسميات موجودة، والجماعات الموجودة والمسميات دي الجماعة أنصار السنة جناح شنو، دي الكتاب والسنة جناح شنو، ده خطأ، ده ما صحيح. وأنا جبت الآية إنه الناس ما تتفرق وده ما صحيح. لكن إذا كان قصدنا بالسلف والسنة المحمدية سنة الرسول، زول متعلم سنة الرسول ومنهج السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ده أصح زول، ده أفضل زول، منو أحسن منه. ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله، الصحابة ديل الله هداهم ذاتهم، فبهداهم اقتده، فما في أحسن من ذاك. لكن إذا بيعنا إنه جماعة معينة، أنا برفض الكلام ده تماما، لأنه أي جماعة فينا دائرة الحكم، وأي جماعة دائرة تشبع نفسها وأصحابها، زي ما حاصل في البلد دي، بلدي دي الحاصل فيها. يا أخي خلوا ده كله يا ناس، أرجعوا للقرآن والسنة، خلوا الجماعات، خلوا الأحزاب، خلوا الطرق، أرجعوا للقرآن والسنة. ماله النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما في كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. شيخ مزدمي الفقيري، حقيقة نحن بإذن الله سيكون لنا لقاءات أخرى معك، ستكون أبواب قناة أم درمان مفتوحة لكم لإجراء المناظرة التي أبديتم استعدادكم لأن تجروها رفقة دكتور عمر الجراي ومن معه ربما وغيره أيضا. على العموم بإذن الله تعالى في فرص وسوانح أخرى بإذن الله تعالى تجدوننا براحا لكم ومنبرا لكم لأجل إجراء هذه المناظرات وإفادة المجتمع ورفضه بالكثير من المعلومات المهمة. أترك لك في الختام كلمة أخيرة قبل أن أختم معك. عندنا برضو مناظرات كثيرة من قيمة في الجامعات، دعوة لقناة أم درمان ولكل الناس والقنوات والشعب السوداني والعالم. عندنا قناة موجودة في اليوتيوب فيها مناظراتنا كلها، قناة المنهج السلفي بالسودان. نمرة اثنين وأخيرا، أوصي المسلمين عموما والشعب السوداني خصوصا، إذا دارين الواقع ده ينصلح نصلح، أنا ده أول زول، وإنتوا جميعا عقيدتنا في ربنا. ما في إنسان يعتقد في غير الله إنه ينفع
أو يضر، حتى لو كان صالح، حتى لو كان ولي، حتى لو كان رسول. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس، منو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. وربنا وعدنا إذا صلحنا توحيدنا وعقيدتنا ربنا يصلح لنا اقتصادنا وأمننا ويفتح لنا من السماء والأرض. اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم أجمعين.